بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي كورس الغسالات، وزي ما احنا اتكلمنا امبارح في اللوك البابين وعملته الدايره، هنعيدها اعاده بسيطه كده عشان نخش في اللوك الثلاث طرف. اتكلمنا امبارح ان اي غساله لازم يكون ليها مفتاح للباب يتحكم ان الغساله ما تشتغلش غير لما الباب يتقفل، ولو اي حد من اي طفل او اي حد كبير فتح الباب الغساله يتفصل عنها الكهرباء. تمام؟ فهنعيد ببساطه كده. اتكلمنا ان في اول الغسالات ما كانت بتنزل باللوك الاثنين طرف، وشفنا كذا شكل منه، وقلنا ان الفكره كلها ان المفتاح ده وضعه الطبيعي فاصل، لما اللسان بتاع الباب بيروح دايس عليه يعمل ايه؟ يعمل عمليه توصيل. وقلنا ان الغسالات اتطورت بحيث ان زمان كان الباب ممكن الغساله بكل سهوله انها تتفتح، الباب حتى طفل او حاجه يفتحه وهي الغساله شغاله. فعشان امان للاطفال ابتدوا يعملوا في البيبان لوك او يعملوا حمايه ان الباب ما يفتحش غير لما يكون تدوس على الحمايه دي. وشفنا كذا نوعيه من البيبان اللي موجوده، وشرحنا النوعين دول، وانتم شفتوا من الحاجات الثانيه ان عارفين سهل الباب دوت عشان تفتح الباب مش هيتفتح غير لو دوست على السهم ده او القطعه المربعه دي، رحت دايس عليها الباب يتفتح. الباب الثاني ده الاتجاه العكس، هتشد عليك لجوه وهتفتح الباب. الفكره اللي خلاني ان انا اشرح، رغم ان دلوقتي مفيش غسالات بتنزل باللوك الاثنين طرف، مفيش غسالات خالص ممكن تقابلك باللوك الاثنين طرف، وفي غسالات من الغسالات الحديثه ابتدى يعمل فيها موضوع اللوك بتاع الباب اللي هو الحركه الميكانيكيه، فعشان كده انا بعيدها كنوع من التمهيد. اتكلمنا عن الدايره الكهربيه للوك الباب، وقلنا ان لوك الباب لازم يتحط في اول الدايره، وادينا مثال صغير ان هنا في نقطتين من التايمر دول في الاساس، بعد كده اللوك، ولما اللوك يقفل تشتغل الدايره. ودي اللوحه اللي انتوا عملتوا عليها الدايره بتاعت امبارح، واللي ان شاء الله هنكمل عليها كل الاجزاء بتاعتنا. من الحاجات المهمه اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح ان لو انت قفلت الباب بس التايمر مش متوصل، هل في حاجه هتشتغل؟ طيب لو قفلت شغلت التايمر وظبطته بس الباب مفتوح، في حاجه هتشتغل؟ يبقى لازم عشان تشتغل لازم تحقق الشرطين، ان تظبط التايمر على وضع التشغيل وتقفل لوك الباب، ساعتها الدايره هتشتغل. وقلنا ان اللمبه دي هي رمز لدايره الغساله ككل. بعد كده اتطور اللوكات للوك الحراري، وده موضوعنا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. زي ما قلنا امبارح ان الفكره الشركات كلها بتحاول انها تطور من نفسها عشان تعمل منتج افضل للعميل، سواء بحمايه او باستخدام. لما احنا قلنا ان اللوك الاثنين طرف العادي ده لما كان موجود في الغساله، الغساله مش هتشتغل غير لما يحصل ايه؟ لما التايمر يشتغل والباب يتقفل. طيب لو حصل ان طفل صغير جه وراح فتح الباب على غفله، الغساله هيتفصل عنها الكهرباء، طبعا الدايره اللي احنا شفناها الغساله تفصل عنها الكهرباء خالص، بس الطفل ده مش ممكن يكون الدوره اللي كانت شغاله كدوره غسيل سخن. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الطفل هيتحرق بالميه السخنه. فمن هنا راحوا مفكرين في الحركه الميكانيكيه بتاعت الباب، ان ما بقاش بيصعب على فتح الباب على الطفل. طب الطفل ده كبر شويه باربع خمس سنين، ممكن يعمل ايه؟ يلقط الحركه الميكانيكيه بتاعت فتح الباب بتاعت فتح اللسان ويروح عامل ايه؟ ويروح فاتح الغساله، فبرضه ممكن عرضه ان هو يتحرق. فمن هنا راحوا عاملين اللوك الحراري، قال لك احنا ندمج حركه ميكانيكيه مع حركه كهربيه مع
مع حركه ميكانيكيه مع توصيل كهربي، بحيث ان الباب حتى لو الطفل حب ان هو يفتح الباب والغساله شغاله ما تشتغل، ما ينفعش يتفتح. عملها عن طريق ايه؟ مش احنا لما كنا بنتكلم امبارح كنا بنقول اللوك طرفين، كان في رموز مكتوبه ال وسي وانا ما علقتش عليها خالص معاكم امبارح، صح؟ بس هبتدي اعلق بقى النهارده. مش احنا متفقين ان الكورس عباره عن سلم، اللي اتقال امبارح هيبقى تكمله للطعم النهارده. انا عندي دلوقتي طرف ال هو طرف دخول اللوك، طرف السي هو طرف خروج اللوك، معلومه ناقصه بس هنكمل. لما عمل اللوك الحراري بقى لوك ثلاثة طرف. اللوك الثلاثة طرف ده ايه الهدف منه؟ او نقول الاول بيتكون من ايه؟ بيتكون من كونتاكت. شايف الكونتاكت ده كده؟ مش الكونتاكت ال ال سي ده هو الكونتاكت بتاع امبارح؟ تمام، مفيش فيه اختلاف. اللي زاد عليه السخان، السخان ده هو اللي زاد. ايه فكره السخان او زاد ليه؟ اول حاجه كده بقى اللوك كام طرف؟ ثلاثه، ال وان وسي. ال وسي كونتاكت، ال وان سخان. عشان تعرف تحدد اطراف، عشان تعرف تشوف نقول انك تقيس حاجه، لازم تعرف مكونات القطعه اللي انت بتشتغل عليها. تمام؟ شايف المسخن ده؟ شايف المسخن الجزء ده بالسوسته دي؟ بص كده عليها هنا. شايف البنز البلاستيك الصغير ده؟ الفكره كلها بكل بساطه وبعد كده نعمل نشرحها، يعني نشوفها، ان السخان بياخد 220. ال والان دول بياخدوا 220. السخان لما ياخد 220 ايه اللي هيحصل؟ هيدوا حراره. الحراره دي هتروح عامله تمدد للشريحه دي بتاعت الكونتاكت. لو الباب مفتوح، شايف حته البنز دي؟ بيبقى في حته صاجه كده موجوده عليها. لو الباب مفتوح، لما الباب بيقفل الصاجه دي بتتحرر، فلما ال ال والان يقدرهم كهرباء يحصل ايه؟ تتمدد السخونيه، تروح ممدده الكونتاكت، فالكونتاكت ده او او او, أو الشريحه دي تروح متمدده، يروح مطلع البنز البلاستيك ده لفوق، ها، ويروح الكونتاكت موصل. لوك الباب في لوكات بيبقى مكتوب عليها ال وان وسي، في لوكات تانيه ما بيكتبلكش رموز، بيكتب لك سي بس، في لوكات بيكتب لك ارقام. الشاهد من كلامي هو ما كتبلكش ال وان وسي، ما تحفظش ارقام، عشان حفظ الارقام دي مختلفه من لوك لوك. هنشتغل عملي وهنشوف. شايف كده الباب ايه؟ الباب مفتوح. شايف الحته البلاستيك دي الصاغه مغطياها ازاي؟ طيب لما جينا وقفلت الباب، الباب لما بيتقفل البنز اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح ده عمل ايه في الصاغه؟ زق الصاغه لورا فحرر، حرر ايه؟ البلاستيك. هنوقف تصوير وتيجوا نعمل الكلام ده بقى عملي. اعمل كده ايقاف مؤقت على نفس الضغطه. بسم الله. وقفنا تصوير عشان نشوف الحركه الميكانيكيه بطريقه اوضح، ونشوف الحركه الكهربيه فعليا، وفكينا لوك وشفنا ازاي الكونتاكت كان بيوصل لما ياخد كهرباء، وازاي لما يبرد يرجع يفصل. حد اللي عندي اسال؟ السؤال الاهم بقى دلوقتي، أنا لما جيت وصلت أنا عارف أطراف اللوك، فرحت موصل 220 لمين؟ للسخان. فالسخان لما سخن وكنا إحنا فاتحين قافلين الباب أو محررين الصاغة، الكونتاكت شفت الشريحة دي وهي بتوصل. السؤال بقى الأهم هنا، أنا دلوقتي ما عنديش اللوك مش مكتوب عليه أرقام،
ولا مكتوب عليه حروف او الارقام وانا مش عارفها اختبره ازاي؟ اتفقنا من امبارح لما شرحنا الاف والتوالي والتوازي والشورت وخدنا اليوم بتاع الكهرباء، اتفقنا على ان الاف هو عينيك، صح؟ انا دلوقتي معايا ثلاث اطراف، الثلاث اطراف دول غير معلومين بالنسبه لي، صح؟ الثلاث اطراف دول لما اعرفهم هيبقوا ايه؟ ال وان وسي، صح؟ فانا دلوقتي مش عارف هو مين بتاع ايه، بس زي ما احنا قلنا، مش قلنا ان في طرفين السخان هو ال ال والان، وطرفين الكونتاكت هو ال ال والسي، صح؟ بس مين ال ال ومين ال ان ومين السي ما اعرفش. هبتدي اقيس بالافو، هظبط الافو على الاو، وانا معايا ثلاث اطراف، هقول ان انا مش عارف الاطراف بتاعتهم. لما اجي اقيس السي يعني الاطراف دي هتبقى سيبك من الارقام اللي موجوده عليها، وانا جيت قست الرقم ده اللي هو السي او الرمز اللي هو السي مع ال ال، هل هيقيس لي حاجه؟ طب لو قست ال ال السي او قست السي مع ال ان، هل هيقيس لي حاجه؟ طيب لو قست ال ال مع ال ان هيديني ايه؟ مقاومه، قيمه مقاومه، قيمه المقاومه دي تمثل قيمه السخان، تمام؟ يبقى من الاول انا دلوقتي معايا ثلاث اطراف ما اعرفش مين فيهم مين فيهم ال ال مين فيهم ال ان مين فيهم السي، هقيس عشوائي بين الثلاث اطراف. ادام اللوك مش واصل له كهرباء هتلاقي طرفين بس، لو هو سليم هتلاقي طرفين بس اللي هم بيقروا، اللي هم ايه؟ ال ال والان، ال ال والان هم دول بس اللي هيكونوا بيقروا. بس هل انا كده عرفت مين ال ال ومين الان؟ لا، بس عرفت ان الطرف الثالث هو السي. دايما لما نيجي نشتغل بنعرف حاجتين، نعرف حاجتين نستنتج الثالثه. مش دلوقتي ال ال والان هم اللي بيقيسوا او؟ ايوه صح؟ السي فاصله لان مش شغال. فلو كل الطرفين اللي ادوني قيمه او عرفت ان ال ال والان، بس مين ال ال ومين الان ما اعرفش. فاروح معايا اعمل ايه؟ عرفت ان السي هي اللي فاصله. ايوه. طيب انا عايز احدد مين ال ال ومين الان. هوصل عليهم اللي هيديني مقاومه. اروح مديهم، لا ما هو الاثنين بيدوا مقاومه، ال ال والان بيدوا مقاومه. ايوه من انا. هروح مش مدي لل ال والان كهرباء، اللي هم الطرفين اللي ادوني قيمه مقاومه. تمام. تمام؟ واروح قافل الباب، قافل الباب يعني اروح عامل ايه؟ اروح محرر الصاغه، الصاغه دي كده عامل ايه؟ ان انا اقفل الباب. هتلاقي البنز طلع زي ما انتم شفتوها. صح؟ اروح شايل الفيشه بسرعه وشايل الاطراف، والطرف السي اللي انا كنت محدده قبل كده اقيسه مع الطرفين التانيين. الطرف اللي هيديك طرف زيرو هو يكون طرف مين؟ ال ال، لان هو ده كونتاكت، كانها حته سلكه. تمام؟ في مشكله؟ نقولها تاني بسرعه علشان هنوقف تصوير وتاخدوا شويه لوكات وتروحوا تحددوا اطرافها عشان بعد كده نقول توصلتوا في الدايره ازاي. تاني، انا معايا لوك فيه ثلاث اطراف، الثلاث اطراف غير معلومين بالنسبه لي، لا مكتوب رقم ولا عارف حروف ولا عارف حاجه خالص. هبتدي اجيب الاو واروح قايس بين الثلاث اطراف. الثلاث اطراف دول لما اقيس ما بينهم هلاقي طرفين بس اللي بيدوا قيمه او، يبقى دول ال وان. ما اعرفش مين ال ال وما اعرفش مين الان، بس عرفت ان الطرف الثالث هو السي. هدي كهرباء على الطرفين اللي كانوا مديني قيمه او، واقفل الباب. هتلاقي استنى لغايه لما اللوك يقفل حته البنز البلاستيك تروح ايه؟ تروح طالعه، واروح شايل الفيشه وبسرعه اروح مثبت الاون ما بين الطرف اللي كان ما بيديش قرايه اللي هو السي والطرفين التانيين. السي مع ال ال هيدي قيمه مقاومه زيرو، لان هو كونتاكت كانه حته سلكه. يبقى انا عرفت اللي انت مع السي هو ال ال، يبقى الطرف الثالث اكيد هو ال ان. بس هنا في سؤال كنت هناك انا حد يساله ومحدش ساله، قيمه المقاومه قد ايه؟ مش احنا امبارح لما جينا شرحنا الاو، شرحنا الاف وشرحنا الاو، قلنا بنسه زي دي فيها 200 اوم. طب لو انا
بقيس حاجه 1000 اوم، هاي البنسه دي هتجيبها؟ طيب لما جينا رحنا شرحنا البنسه الثانيه اللي كان فيها تدريجات من 200 اوم لغايه 2 ميجا او 200 ميجا، مش اتفقنا زي ما كنا اتكلمنا على مثال الموازين ان انا لو جيت وزنت حاجه صغيره او قست حاجه صغيره وانا ظابط حاجه مثلا 10 اوم او 20 اوم او 100 اوم وانا ظابط ده على ال 200000 اوم، هل البنسه هتشوفها؟ طب لو جينا عملنا العكس هتشوف ان قيمه حاجه مثلا 100000 اوم وانا ظبطتها على 200 اوم، هل البنسه هتشوفها؟ يبقى اتفقنا ان لازم اعمل ايه؟ ان تكون البنسه مظبوطه في حدود الحاجه اللي هتقيسها. فهنا لازم نعرف ان قيمه السخان او القرص الحراري بتاع لوك الباب هو بيبقى من حوالي ممكن نقول 800 اوم لغايه 5000 اوم. يعني انت هنا لما تيجي تقيس وفي لوكات كتير هتقيسوها. لما تيجي تقيس ولقيت ان لوك الباب انت ظبطه على 2 كيلو وجيت قست بالقابل ما قراش معاك حاجه، ما تقولش بايظ، اعلى على التدريج اللي بعده اللي هو 20 كيلو ما قراش، يبقى ساعتها ممكن تقول بايظ. طب انت جيت ورحت ظابط على 20 وما قراش، انزل للاثنين لان هو ممكن يكون 800 اوم، فلما انت زادته على 20 ما يجيبش دقه، ما يجيبلكش قرايه. وصلت ولا؟ فحيت حاجه مهمه قوي انك تعرف في لوك الباب بالذات قيمه الاوم انه بيبقى من 800 اوم لحوالي 5000 اوم. وقف بقى التصوير عشان هنعمل الشغل ده عملي ونرجع نكمل دوالي.